السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي انا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير الديزاد. اليوم الحصه تاعنا وين غادي نتكلموا على المدرب المنتخب الوطني الجزائري امام فرصه ذهبيه 3 أهداف يسعى لتحقيقها، وان شاء الله بربي هو يحوس لي يسهل عليه. بصح انا نحوسوا على الجزائر، حنا نحوسوا على الجزائر. حنا قبل نبداو في الموضوع تاعنا، ما تنساو جماعه عطونا جيم كومونتير، بارطاجيو لنا الفيديو على الاقل على الاقل. وصلونا 1000 جيم باش نسقطوا التبليغات. راهم بقوه على قناه شوبير، راهم بقوه، يعني ما طاوش يبلوها يغلقوها برك. انت تبان بلي هضره هما راهم عارفين عليها. نتوما عاونونا وصلوها 1000 جيم، الجاب باش فينك نزيدو نسقطو باش نطيقو عليهم. خاطيهم راهم بقوه وما عندهم دي جروب دي جروب جروب، يعني لي جروب لي جروب، كي سينيالو سينيالو ضربه واحده. حتى وين داروا دي فيديو يوروا للناس كيفاش سينيالي شوبير، كيفاش سينيالي شوبير، وراو للناس كيفاش سينيالي. يبغوا يكذب عليهم يا خويا، هذولا ما يسينيالوش، يبغوا الكذب. وهذو ضد الجزائر، ماشي ضد المنتخب، ضد الجزائر كومبلي. هما جزائريين، هما جزائريين. اللي دار فيديو وقال لهم هاكي تسينيالو شوبير، هاكي تدخلوا، هاكي ديروا، هاكي باش تسينيالو شوبير، راه جزائري، راه جزائري. شكون هذا جزائري داير فيديو هاكي تسينيالي شوبير؟ اروع انت يا ثم، علاه خاطر ضارينهم، ضارينهم على الشيطان، ضارينهم خاطر هما يقراو غير خرطي، ومازالو يكذبو، مازالو يكذبو، مازالو يكذبو، وما باغين هما يقعدو يعطو النظرة تاعهم برك. كذب في كذب، هذا مكان. انتوما عاونونا على الأقل، كل فيديو 1000 جيم، 1000 جيم، خاطر على الفيديو راهم يطاكوه ما يخلوش يطلع، مي ماكسيموم تاعهم يقولك قعنايا في ساعة لازم فيديو تاعو ما يباش. يطاركوه ماكسيموم، سينيالو الماكسيموم تاعهم، يقولك ساعة ساعتين ما يبانش فيديو، يطاركوه خاطر كيقوى عليه السينيال. شنو غادي دير تاعك وحدك؟ انا وحدي شنو غادي ندير؟ هيا سينيالنا لا 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 لا، بصح ما عطيش سينيال تدخل ترد عليه، كي دير خاطرك راه تخليها، الا طلع طلع، ما طلعش. بصح نتوما عاونونا، عاونونا، بارطاجو، عطونا جيم كومونتير. وصلوها 1000 جيم، 1000 جيم برك، 1000 جيم، هذه هي. المهم نعاودو نولو نتكلمو وين المدرب امام فرصه ذهبيه وثلاث اهداف يسعى الى تحقيقها. حنا المهم نحوسو على الجزائر، على الارقام تعود للجزائر، هذه هي. وين يسعى المدرب المنتخب الجزائري فلاديمير الى تحقيق العديد من الاهداف وتحصيل اكبر عدد من الفوائد خلال المعسكر الذي سينطلق، الذي انطلق اليوم بمركز التقني بسيدي موسى بالعاصمة الجزائرية، وستتخلاه مباراتان ضد غينيا الاستوائية وليبيريا لحساب الجولتين 5 و 6 من تصفيات كأس أمم إفريقيا المقررة في المغرب 2025. وأفادت مصادر في الجهاز الفني المنتخب الجزائري فض عدم يعني كشف هويته يوم الاثنين بأن المدرب اجتمع بمساعديه وجرى يعني وضع استراتيجية تسمح بتحقيق بعض الأهداف الضرورية عبر مباراتين غينيا الاستوائية وليبيريا كونهما شكليتين على الورق بعد ضمان الخوض التأهل رسميا إلى العرس القاري المقبل في صدارة المجموعة 5، والتي تضم أيضا المنتخب توغو، ليبيريا وغينيا الاستوائية. وأكدت المصادر نفسها أن الهدف الأول للمدرب المنتخب الوطني الجزائري هو ضرورة إنهاء هذه التصفيات بكامل نقاط، أي 18 نقطة، وذلك عبر الانتصار في مالوب أمام غينيا الاستوائية، والذي يصارع فيها المنتخب الطوغو على المركز الثاني المؤهل لكأس أمم إفريقيا، ثم على ليبيريا في لقاء يعتبر في متناول رفقاء القائد رياض محرز، لطالما أنه سيكون داخل الديار وضد منتخب ظهر بوجه متواضع
في الجولات الماضية وأهمية هذه الأهداف بالنسبة إلى المدرب يعني لما صادر أنه يكمن في ربط الجانبين المعنوي والذهني للاعبيه قبل استئناف تصفيات كأس العالم خلال شهر مارس المقبل بمواجهتين ضد بوتسوانا والموزمبيق، لأن الفوز في مبارتين يعني أن الخوذ قطعوا خطوة عملاقة صوب التأهل إلى المونديال في مارس إن شاء الله بربي. يعني المباريات هذوك زوج نربحوهم سيفوا إن شاء الله بربي، أياتي نديروا البيلون كاليفيكاسيون كوب دي موند، كي نديروا البيلون نكملوا كاع البيلون كومبلي نحسبوا ولي سال ستة نقط نعطوكم ستة نقط تاعكم، ما كاش مشكل خاطر علاه هبلونا بهذه ستة كومشي ستة تاع المدرب اللي فات، مش يقولك ستة تاع لي ماتش اللي فات المدرب اللي فات. هذه كي نكملوا نديروا البيلون نديروا نكملوا البيلون ونعطوكم ستة تاعكم، كاش مشكل كاع خاطر هذه اللي هدرتها هدر هذاك معزوزي وهدرها هدرتها خالتكم الاخرى اسمها صوفيا، وتبعوها تبعوها الماتش يتعاود لأمن باللي الماتش يتعاود. ويستقر المدرب على النهج التكتيكي الواضح، أما الهدف الثاني والذي يسعى إليه المدرب لتحقيقه خلال معسكر الشهر الحالي فسيكون محاولة الاستقرار على النهج التكتيكي والتشكيلة الأساسية قبل استئناف تصفيات كأس العالم بعد نحو أربع أشهر، فمهمتين المباراتين تعتبران فرصة ذهبية للمدرب السابق المنتخب السويسري للإضافة للمسة التكتيكية الجديدة على خياراته والأسماء التي يريد التعويل عليها في مواعيد المهمة، مثل ما كان الحال في اللقاءات الأربعة الماضية من هذه التصفيات عندما جرب العديد من الخطط التكتيكية مثل خطة 4-3-3 ثم 3-4-3، لكن يبدو أن المواعيد في الموعد قد حان بالنسبة له للاستمرار للاستقرار على النهج التكتيكي والتشكيلة بالأسماء الثابتة بحث عن انسجام الذي يعد أولوية المدرب البوسني على مدى القريب. عنده تكتيك تاعو عنده وشهدت القائمة المنتخب الجزائري المعنية يعني مشاهدنا الخبرة الإفريقية للاعبين الشباب، وشهدت القائمة المنتخب الجزائري المعنية بمباراتي غينيا الاستوائية وليبيريا حضور العديد من الأسماء الشابة والجديدة على غرار إبراهيم مازا ومحمد فارسي والمهاجم أمين شيخة، ومنها هنا يرى المدرب أن أحد الفوائد التي يمكن تحصيلها عبر هذا المعسكر هي إعطاء مثل هؤلاء اللاعبين فرصة للاحتكاك بأجواء الكرة الإفريقية، بما أن الخوذ ضمنوا تأهلهم لكأس إفريقيا وكذلك كسب الخبرة إضافية ربما تساعدهم في المباريات المهمة والتي تنتظر محاربي الصحراء في المرحلة المقبلة ولا سيما تصفيات كأس العالم 2026. المهم احنا كما يقول لك ما يقول لك المنتخب الوطني الفوز يرجع المنتخب الوطني، كاين اللي راه يخمم كاين اللي راه يقول لك الله يجعل الجزائر ما تربحش، غادي ندير لكم تسريب تاع من عمكم هشام يهضر مع الهاشمي ولا مع عمرو يهضر، ماشي باغيين الجزائر تربح خاطش علاه قال لك في طوع ما يحطمش رقم قياسي هذا المدرب تاع جامع بالماضي، يا ودي جامع بالماضي خدم وراح وضروك يعني نورمال غادي نفوزو ولا ما نفوزوش، حنا رانا متأهلين صحيح نورمال عادي كيما قالو بوكلبا قالهم لا نورمال قالهم حنا معمل رانا نلعبو تأهلنا سهلة تأهل سهل، لا مقبل معمل تأهلنا حنا معمل كنا نلعبو ها مع النيجر التالية تأهل قاعد التالي هذا معمل مع النيجر ومع تنزانيا ومع أخرى كيسموها هذيك أوغندا هذيك وقيلة ما كيسموها، هذو هما حنا مع متأهلنا أو لا بنا مع هذو هاي وقبلها كأس إفريقيا تاع 2022 مع من ثاني خويا زومبيا زيمبابوي
والنيجر، واه والنيجر هذا مكان انتهت مع مكتو حاسبين. وبورتوانا، بورتوانا صاحبي الله هاكا وداو 62 مليار، هذوك لي بارتي داو 62 مليار، واللي فاتت بغاو يدو 105 ملايين بريما امتيازات تاع لحالهم.